تمام يا باشا، سعيد وابنه وصل دلوقتي ورجالتنا كمان وصلوا يا باشا. وقفت الشغل ليه؟ وقفت المكان ليه؟ مش قادرين نشتغل يا سعيد بيه، بقينا نشتغل زي البهايم، ولا في تقدير ولا حتى بناخد حقوقنا. انت يا خليل كمان واقف معاهم؟ انا سبت ايه للعيال الصغيره؟ ايه اللي حصل خليل؟ فهمني يا باشا. الحوافز بقالنا شهرين ما بنقبضهاش، حتى الواجبات بقاش تتاكل، واشتكينا اكتر من 10 مرات، ورحت لسعادتك الشركه مرتين محدش راضي يدخلني لسعادتك. وايه كمان؟ بعد اذنك يا فندم، يعني هما برضه بيتكلموا في موضوع التامين الصحي جنب التامين العادي. طيب انا هدرس موضوع التامين الصحي، والحوافز والاضافات هتخلص بكره ان شاء الله لما اروح الشركه. هتعرف تصادف المولد ده؟ بس هو ينفع. بس يا استواط، ما كانش المفروض الشغل يقف، كان كفايه واحد بس فيكم يجي لي المكتب وكل حاجه كانت هتخلص. يا فندم، مع عم خليل جه لحضرتك مرتين المكتب ومحدش رضي يدخله. طيب خلاص انا فهمت، انا بعتذر لكم كلكم، موعدكم كل مشاكلكم هتتحل. ايه اللي حصل ده؟ مفيش حاجة خلاص. كويس؟ بابا انت كويس اكيد؟ حد خدمك العربية؟ الحمد لله. تلاوش حصل لك حاجة؟ أحمد أنت كويس؟ أنا كويس يا قريب، مفيش حاجة. إيه الناس دي؟ معقولة تنقذهم من الموت وحتى ما يقولكش شكرا؟ يا عم مش مهم. مش مهم؟ ده ابنه اللي هو ابنه كانت العربية هتدوسه، ما فكرش يتحرك من مكانه زي ما أنت عملت. أنا هخش أطمن على العمال إن هما شغلوا المكن. أنت راجع الشركة؟ لا انا هاجي معاك. الله يخرب بيوكو يا بهايم، الله يخرب بيوكو، ده جميل بيها ينفخني. افتكرتك خبطته بالعربيه، قلت ايوه بتاعت العجل تغرسه وتسيبه ونمشي. الوقت ده اللي زي الخازوق من تحت الارض، انا خاطب الراجل من قدامي، هنقول لمحمود دلوقتي. يا عم ما كده يا عم، محمود ده مين؟ محمود يعرف عنوان، يعرف لي سكن، يعرف لي انا وانت اي حاجه عننا؟ اريحك، العربيه اللي احنا راكبينها دي عربيه مسروقه، وانا اللي سارقها، وادي سريحه الموبايل اهي. ما تبصليش كده، ده جريمه قتل، والقتل اخره المشفاه. يا عم احمد ربنا انها رست على كده. خلي بالك محمود ابو ازرق، ولو عتر فينا مش هيرحمنا، واحنا واخدين منه 50,000 بقى. رسالنا يا جدع، ربنا كتب له يعيش يعيش شد ومد. بابا العربيه دي كانت قصده تخبطها. لا لا ما اعتقدش، بعدين انا عمري ما عملت حاجه وحشه في حد علشان خاطر يحاول يقتلني. والله العظيم كانوا قاصدين، انت ما شفتش اللي انا شفته. انت ازاي تفكري كده؟ دي تلاقي واد بيحاول يستعرض ولا حاجه ولا سكران، انما قوليلي انت ايه اللي جابك كده بدري من غير ما تقوليلي؟ قلت اعملها لك مفاجاه، وحشتوني انت ومصطفى. ربنا يخليك لينا. وانت يا حبيبتي ربنا يخليك لينا. رد رد يا حيوان. ايه يا محمود؟ ما اتصلتش بيا ليه؟ ياه اخيرا شفت بيتنا. بيتنا وحشني قوي. طب ما هو وحشك قوي كده، ليه بعدتي عنه المده دي كلها؟ نورت بيتك يا ست البنات، يلا بينا جوه. يلا الانفه ليلى وصلت يا حاجه. بجد والنبي ازاي غيرتها الساعه 9 بالليل؟
وصلت وطلعت ترتاح في اوضتها. يا حبيبتي يا لهوي انا لسه ما طبختش يا سنة ايه ولا عمل. بصي كملي الحبه دول وانا هيجي لك على طول اروح اشوفها. مش قادره حبيبتي يا روحي. ليلى ليلى ده وحشتيني. كفايه نور عيني. روحي رجعت لي دلوقتي الدنيا من غيرك ما تسواش خالص. تغب عليك ولا ايه؟ ايه ده خاصه شويه هاكلك لغايه ما ترجعي زي الاول واحسن. وحشتيني وحشتيني قوي. جبت لك حاجات تحفه. تعالي اما افرجك. انت هديتي هديه ايه بس؟ تعالي فرحانه يا كدابه. بقول لك ايه يا ماما؟ ايه في حاجه حصلت النهارده؟ ايه انا قابلته مهند. ايه وقالت لك ايه؟ كانت شايطه على الاخر وفضلت تقولي هو احمد ماشي ليه زي السلحفه في تجهيز الشقه وما تخلصونا بقى هو انتوا بتبنوا لنا قصر. وكانت معايا بطريقه وحشه قوي. والله ان كان على احمد عايز يعمل احسن حاجه لهند بس هو بايده ايه؟ ما هو بيكوحوا كل شهر 500 جنيه ايجار الشقه يا حبه عيني بقاله 6 شهور ده غير التوضيب ولسه الفرش كمان. هما مش قالوا ان هم عليهم اوضه النوم والمطبخ؟ والله المفروض هند تحمد ربنا ان هي لقيت واحد زي احمد. هو هيعمل ايه يعني؟ هيقطع نفسه؟ ده نعرف بنات اخوات صحابي بقالهم 4 أو 5 سنين مخطوبين. اه حال الشباب كله تعبان. الله يطمنك يا ام عادل. ايه يا اختي انت بتفكري في الجواز من دلوقتي يا مقروضه انت؟ يا اختي خلصي كليتك الاول. جواز ايه بس يا ماما؟ انا بهزر بس اذا كان الحال كده دلوقتي امال بعد 4 أو 5 سنين هيبقى ايه؟ هتبقى ضلمه كحل. لما نبقى نيجي لجوازك نبقى نشوف هتبقى ضلمه كحل ولا فيها سهرايه. قومي يا حبيبتي قومي اعملي لي كوبايه شاي يلا. يا رب اتجوز واحد غني. للاسف حظك وحش هما دول اخر 3 ألوان عندي. انا شفت واحد كده فيه الماز. هشام الجلابات اللي كان فيها الماز عندنا خلصت؟ اه خلصت يا ريس كان موجود وخلص. حظك وحش انا اسف. السلام عليكم. اهلا يا ست الكل. ازيك يا حسن؟ منوره المحل. يخليك. ثانيه اكون معاكي. طب في واحد شكل الدبدوب كده عندك؟ الحاجات بقى دي هتيجي في البضاعه اللي جايه بس اقول لك على حاجه عشان ما نزعلكيش. ده الكارت بتاع المحل. كلميني كمان 3 أيام تكون كل حاجتك موجوده. اوكي ميرسي. نورتي. والنبي يا حسن عايزه البطاريه الجديده اللي احسن معايا دي جابت اخرها. يا سلام دي حاجه بسيطه قوي عينينا ست البنات. هشام احلى بطاريه للموبايل ده من عندنا. عينيا هي بس تلاقي البطاريه عمرها الافتراضي انتهى وكانت بتسرب منك شحن. احلى بطاريه في المحل كله. بصي بقى يا ست الكل البطاريه دي عشان جديده حطها لنا على الشحن 10 ساعات ورا بعض والموبايل هيبقى زي الفل. طيب ثمنها كام بقى حسن؟ قال يا ست البنات ده انت اول مره تشرفينا في المحل يعني لازم نعمل معاكي واجب. لا لا ما ينفعش قولي بس عاوز كام. وحياه الغاليه ام حسن لا يمكن. اهم حاجه بس سلمينا على عم امين وبسلم ايد الحاج. ماشي يا حسن بس ما ينفعش امشي من غير ما ادفع. اقول لك على حاجه خليها المره الجايه نعوضك في حاجه اكبر. المره دي بس. المره دي بس. شكرا يا حسن. نورتي. نورت يا ست البنات. عادي بقى حبيبي. انا برضو مش فاهمه. انا سامعه وطرطيش كلام بس مش مجمعه بالظبط ايه اللي حصل. حتى انا شفت الراجل متسمر قدام العربيه رحت رامي نفسي عليه شلته من قدامها. يا نهار ابيض يا احمد ترمي نفسك قدام العربيه. حتى عادي بقى بس على فكره دي مش حادثه عاديه. العربيه دي كانت قصده تخبط الراجل. يعني ايه حد كان عايز يقتله؟ ما تهيأليش يعني. متهيألي العربيه كانت معديه بسرعه وخلاص. ما اظنش. طب هو قال لك حاجه؟ هيقول لي ايه يا هند؟ خد عياله ومشي على طول. يعني انت ترمي نفسك قدام العربيه عشان تنقذ حياته وما يكلفش نفسه حتى انه يشكرك؟ ده قله الذوق دي حبيبتي. انا ما عملتش كده عشان حد يشكرني. يلا اطلعي انت وانا اعدي على عادل وبعد كده اروح. ماشي متاخرش. حاضر.